السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الجمبري بطريقة بسيطة جدا. انتوا شايفين شكل الجمبرية عامل ازاي والكفر اللي عليها مقرمش وجميل، وكمان هنعمل مع بعض السمك الفيليه بطريقة جميلة جدا جدا، وهنعمل الرز الصيادية كده برضو على الماشي بطريقة بسيطة ولون وطعم ولا اروع. هندخل الفيديو ونشوف احنا عملنا ازاي السمك الفيليه والجمبري والرز الصيادية. بس قبل ما ندخل الفيديو، لو أول مرة تشوفي قناتي اعملي لي اشتراك في القناة وفعلي الجرس على علامة الكل عشان يوصل لك كل جديد أنا بنزله من مطبخي. ولو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك للفيديو. تعالوا نبدأ بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف السمك والجمبري. قبل ما نبدأ نقطع وننظف ونجهز، معايا هنا سمك فيليه طبعا كمية حسب الرغبة، وكمان جايبة جمبري زي ما انتوا شايفين كده. احنا عندنا النهاردة الفيليه دوت ب90 والجمبري ب140. طبعا هي الحاجات دي بتغلى في رمضان. هنعمل بقى ايه؟ هنمسك الفيليه دوت نغسله كويس جدا وبعدين نقطعه. التقطيع طبعا برضو حسب الرغبة، الحجم بتاعها حسب الرغبة. وهنقشر الجمبري مع بعض. هنا انا غسلت السمك خلاص. اول حاجة عملتها ان انا غسلت السمك ورشيت عليه بس كده رشة خفيفة من الملح. هنبدأ بقى نجهز التتبيلة علشان نحطه في التتبيلة، على بال ما يتبل نكون قشرنا الجمبري. التتبيلة هنا معايا ايه؟ معايا معلقة توم مفروم كبيرة، وعليها معلقة هريسة شطة، والتوابل اللي معايا كزبرة ناشفة، كمون، شطة حسب الرغبة، ملح، ومعلقة صغيرة سكر. هقطع على الثوم والهريسة الشطة فلفل كده برضو اللي هو الحامي، برضو ده حسب الرغبة، بس لو مش هتحطي يعني فلفل حامي حطي برضو فلفل اللي هو الكوبي، بيدي طعم جميل جدا لتتبيلة السمك. وهعصر الليمون، ليمونتين كبار كده. يبقى كده حطينا ايه؟ حطينا هريسة شطة. لو ما عندكيش استبدليها بفلفل احمر هتديكي لون جميل للسمك. وحطينا ثوم كتير، وحطينا كمان فلفل اخضر وليمون، والتوابل هي اللي قلت لكم عليها. انا بعصر الليمون على حرف السكينة علشان عايزة انزل التفل اللي هو في الليمون ده كله. تمام، هقلب بقى التوابل بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين انا حاطة من كل حاجة معلقة. هقلبهم كلهم في قلب بعض علشان اقسمهم. هحط نصهم هنا ونصهم على الدقيق اللي هنعمل بيه الكفر بتاع السمك. هعملهم بقى في الخلاط وبعدين نكمل. احنا هنا عملنا الخلطة اهيت زي ما انتوا شايفين، ضربتها جامد جدا بحيث ان هي تبقى ما فيهاش اي فتافيت من الثوم والفلفل، تبقى زي السايلة كده يعني. هحط بقى الخلطة هنا وهحط عليها ايه؟ هحط عليها شوية خل يعني عشان يفكولي الخلطة، وكمان علشان الخل بيخلي طعم السمك جميل. مش هتحطي خل طبعا كتير ويكون السمك مش هيطول معاكي يعني في التتبيلة كبير وساعة او حاجة. هنتبل كل قطع السمك زي ما انتوا شايفين كده. انا عملت كده تبلت كل الكمية اللي معايا. هنركن بقى السمك ونشوف هنعمل ايه في الجمبري. هنمسك الجمبرية ونبدأ نقشر كده. الجمبري ده يا جماعة البلدي اللي هو اللي لونه كده الازاز ده، ده البلدي اهي. هنفتحها من الظهر علشان نطلع الكيس الرملي اللي بيبقى فيها، ولازم تطلعي الكيس ده عشان لو ما طلعتهوش الجمبري لما تيجي تاكليه هيبقى فيه تراب وبيقرقش ومش هيبقى حلو. حتى لو هتعمليه بقشره، المره الجايه لما اجي ان شاء الله اعمل الجمبري مسلوق بقشره هبقى اوريكم ازاي تطلعيه من غير ما تفتحي الظهر. بس انا كده كده المره دي هعمله مقلي فاقشره. هعمل بقى كل الكمية اللي معايا بالطريقة دي، هشيل منها القشر وكمان هفتح من ظهرها اطلع الكيس الرملي.
طريقة بسيطة جدا. وبعدين همسكه بقى تحت الحنفية اغسله كله كويس اهو. انا خلاص خلصت الكمية اللي انا عايزة اعملها بالطريقة دي. انا سايبة الديل عشان بيدي شكل كويس يعني بالقلي، وسايبة كام واحدة كده بالراس بتاعتها، بس شايلة منها الرجلين والشنبات والحاجات اللي بتبقى فيها دي، علشان لو قليتيها بيها يعني هتبقى شكلها متكرمش كده وشكلها مش حلو. هنحطهم بقى في بولة، وبعدين نحط عليهم معلقتين اللي احنا مخلينهم من التتبيلة، وهنقلبها كويس جدا، وهنسيبها برضو على جنب علشان نشوف بقى هنكمل ازاي. تمام كده. ايه، لحد ما السمك والجمبري بتاعنا يتبل هنعمل مع بعض الرز الصيادية. انا معايا هنا زيت سبته سخن كده شوية، ومعايا بصلاية متخرطة. هحمر البصلاية في الزيت، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنا هنجهز الدقيق بتاع الكفر بتاع اللي هنعمل بيه السمك والجمبري. معايا هنا كوباية دقيق او كمية حسب ما انت عايزة، لكل كوباية دقيق هتحط لها معلقة نشا، وهحط عليها التوابل اللي احنا شفناها في الاول مع تتبيلة السمك. تمام. وهنا هحط ربع معلقة كربوناتو اللي هو بتاع الطعمية. الكربوناتو ليه؟ عشان ما يخليش معاكي السمك والجمبري يشرب زيت. البصلايه بتاعتي اتحمرت اهي باللون اللي انا عايزاه، لازم تكون غامقه معاكي كده. وحطيت لها معلقه نعناع ناشف. نعناع الناشف بيدي طعم جميل جدا للرز الصياديه. زدت الميه سخنه كده زي ما انتم شايفين، وهحط كمان الملح. عايزه تسيبيه، عايزه الرز بتاعك يبقى غامق، سيبي بقى الميه بالبصل بالحاجات دي تغلي غلوتين ثلاثه. عايزه لونه يبقى العادي دوت اللي هو يعني مش هو غامق ولا فاتح، خلاص حطي على طول الرز المغسول مع الميه اول ما حطيتيها. تمام. انا حاطه كمان في ميه البصل نص معلقه فلفل اسمر. هنا حطيت كمان على الدقيق بتاعي مع النشا مع التوابل معلقه بابريكا، ومعايا هنا ميه من الحنفيه، وادي السمك بتاعنا، وهنبدا نعمل الكفر. قدامك حلين، يا اما هتعملي السمك في الدقيق وتسيبيه تفرديه كده على صينية ولا حاجة وتسيبيه 10 دقايق ربع ساعة لغاية ما السمك يعرق على الدقيق، وبعدين تبتدي تعمليه تاني، تبدريه بالدقيق تاني، او تبدريه مرة وكده يعني تقعدي تلفيه في الدقيق كده شوية نص دقيقة، وبعد كده شايفة الشكل ده، وبعد كده هتنزليه في المية وترجعيه على الدقيق تاني. ده لو انتي مش هتسيبيه لحد ما يعرق يعني ويشرب الدقيق بتاعه. وانا افضل الطريقة دي عشان الطريقة التانية هتخلي الطبقة اللي عليه يعني تبقى ناشفة قوي. هعمل كل الكمية كده، هعملها في الدقيق وبعدين اسيبها ارجعها للمية، وبعدين ارجعها تاني للدقيق. تمام. تقطيعة السمك زي ما قلتلك دي حسب الرغبة، يعني عايزاه كبير صغير براحتك. هنا هعمل كمان معاكم الجمبري، هعمل الجمبري كده في الدقيق. هحاول ان انا ادخل الدقيق في كل مكان، وشايفين الحتة اللي هي اللي ورا دي في الظهر مكان ما احنا طلعنا الكيس الرملي، لازم لما تيجي تعملي الجمبري تاخدي بالك ان هي مفتوحة، يعني ان الدقيق داخل من جواها، علشان لما تقلي الجمبريه يبقى اخده الشكل الحلو وتبقى مفتوحه كده، ما تبقاش مقفوله كده ومبرومه. تمام. همسك كده كذا جمبريه اللي انا عملتهم بالدقيق، وهنزلهم في الميه، وهرجع اعملهم تاني في الدقيق. الرز بتاعنا اهو شايفين لونه جميل ازاي. زي ما قلتلك عايزاه اغمق من كده، هتسيبي الميه تغلي شويه قبل ما تحطي الرز. حطينا بقى زيت على النار، زيت غزير شوية. انا الزيت ده كنت قالية فيه بطاطس قبل كده،
وهننزل بالجمبري بتاعنا، ولازم يكون الزيت سخن. هنزل كده بالجمبري بتاعي. انا هنا بقى بعمل ايه؟ بسقط الجمبريه في الميه واروح حطها على طول في الطاسه. الجمبري اللي احنا عملناه بالدقيق مره رجعناه في الميه، وبعدين رجعناه تاني في الدقيق. اخر مرحله بتعمليها انك بتسقطيها في الميه قبل ما تحطيها في الزيت، علشان تديكي شكل الكفر الجميل، ويبقى بيلمع كده الكفر بتاعها ومقرمش واخد شكل الزجزاج كده من بره. الجمبري من الحاجات اللي ما بتاخدش سوا خالص، يعني يمكن 4 دقايق او اقل. لو سبتيه كتير على النار هيجلد منك ومش هيبقى ليه طعم، عشان كده لازم يكون الزيت سخن ساعة ما تنزليه، لان هو بياخد الصدمة كده اول ما بينزل وخلاص على كده، ما بيكملش كمان 4 دقايق مهما كبر حجمه. يا جماعة ما تقعديهوش على النار كتير علشان ما يجلدش منك. معايا منديل كده مطبخ على طبق، هبدأ بقى اطلع. طبعا باين قدامي ايه اللي حطيته الاول وايه اللي حطيته الاخر، فهبدأ اطلع في اللي حطيته الاول. اهو شايفين اللون ده جميل جدا، الكفر بتاعه زي الفل اهو، زي ما انتم شايفين انا بقلب وبروح وباجي ما بيحصلوش اي حاجة. هعمل بقى كل كمية الجمبري اللي معايا اللي عايزين نقليها كده بالطريقة دي، وبعدين هنبدأ ان احنا نقلي السمك. بصوا جميل ازاي ومش شارب زيت ولا اي حاجة، تحفة. انا خلاص خلصت كمية الجمبري وهبدأ ان انا اقلي السمك. برضو السمك المتبدر زي ما انتوا شفتوا مرتين بالدقيق ومرة بالمية ورجعته تاني على الدقيق، وكل ما انت عايزة الكفر اللي عليه يكون مقرمش واكبر هتعمليه في الدقيق وترجعيه في المية. واخر مرحلة اللي احنا بنعمل ايه، بندخله بنغطسه في المية وبعد كده نحطه على طول من المية على الزيت. شايفين اهوت، هبدأ برضو ان انا اطلع اول ما يديني اللون الذهبي دوت هطلعه. برضو السمك الفيليه ما بياخدش سوا. اهو ما شاء الله جميل، لازم تطلعيه على منديل المطبخ. هنا بلم اي فتافيت او اي حاجة من الزيت. قشرة الليمونة اللي انا حطاها دي بتمنع ريحة الزفارة من البيت، يعني متخليش ريحة البيت كأنك يعني انك قلية سمك، انك مش كأنك احنا قليين سمك. انا خلصت كل كمية السمك وكل كمية الجمبري، وعملنا الرز زي ما انتوا شايفين، ولا في سمكية في نهاية متشال الكفر من عليها، ولا في جمبراية متشال الكفر من عليها والكفر مقرمش وتحفة. جربي بقى السمك الفيليه بطريقتي والجمبري كمان بطريقتي، وان شاء الله هيعجبك جدا جدا. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد من مطبخي، مطبخ ام حسن على قد الايد. سلام عليكم.